هي عثرة إلى مداخلة جديدة بعنوان فلسفة التأويل بين الترحل والاستقرار. نبدأ في المقدمة. فلسفة التأويل هي نظرية تفسير العلامات في الفلسفة، تشير إلى التفكير في الرموز الدينية والأساطير وبشكل عام في أي شكل من أشكال التعبير البشري، الإحساس بالعاطفة والشعور بالعمل الفني وما إلى ذلك. إن تأويل الظواهر البشرية التي تتطلب التفسير والفهم يتعارض مع التحليل الموضوعي لظواهر الطبيعة، ظواهر طبيعية. التأويل هو مفهوم أساسي للفلسفة الهرمنوتيقية الحديثة، خاصة في الفلسفة الوجودية. يسعى الفيلسوف لفهم معنى الوجود البشري، هذا المصطلح الذي اشتق منه اسمه من الكلمة اليونانية هيرمينوتيكا، والتي تعني فن الترجمة. له استخدامان شائعان، انه يحدد علم التفسير بكل عموميته، والذي يستخدم بشكل خاص في اللاهو. نتحدث بعد ذلك عن التفسير، ولكن ايضا في المجالات القانونية، يفسر القاضي القانون في فقه اللغة، دراسة اللغة من النصوص، في التحليل النفسي، فك رموز الأحلام والأعراض الأمراض. تحدد الهرمنوتيقا أيضا تقليدا فلسفيا، كان سلفه في نهاية القرن الثامن عشر القس الألماني فريدريك شليرماخر، وشخصيات عظيمة من القرن العشرين مثل مارتن هايدجر وهانس جورج غادامير وبوريكو. هذه الشخصيات العظيمة دمجت هذا التقليد في النهج الناتج عن تعاليم هوسيل، إدموند هوسيل. يتميز هذا التيار بعدد معين من الأفكار القوية، أهمها أن أي علاقة بالعالم على وجه الخصوص، أي معرفة، هي تأويلية تفسيرية تفهمية. أن كل التأويلات مرتبطة بحالة إنسانية تاريخية نتج عنها، وأنه لا توجد أبدا نقطة الصفر للمعرفة، لأن كل تأويل هو تأويل شيء يسبقه ومن الموقف يسبقه أيضا. من هذه الأفكار القوية يتبع مسار تاريخي لا مفر منه، أو تحول أو انحراف في نقل معنى الشيء والحدث. لذلك بالنسبة للتأويل هناك دائما تأويلات، وغالب ما تكون متضاربة، وبلغة يعني بوريكو هناك سجال للتأويلات أو صراع التأويل. دولتاي يعني فكر في منهجية العلوم الإنسانية ونقد التفسير المنهج والحوار الهرمنوتيقا اللامحدود. أما تقليد بوريكير فإنه بين أهمية غموض الرمز، و انتقل من تأويلات الشك إلى تأويل تجلي المعنى والمواجهة بين الهرمنوتيقا والتيار البونيوي. لذلك فإن الهرمنوتيقا هي في قلب المشكلة المعاصرة، وأصل الكلمة اليونانية لمصطلح التأويل يعني التفسير، ويعني أيضا الفهم. التأويل هو يعني هو الأسلوب، ولكن هو أيضا الطريقة لشرح المعنى الحقيقي للنص، كان يهدف في الأصل إلى فهم النصوص المقدسة وتفسير الكتاب المقدس. في الواقع نادرا ما يكون معنى ذلك حرفيا، من المحتمل أن يظل القارئ يساء فهمه، أو يعني يتعمق في فهمه إذا لم يتم توجيه القارئ إلى المعنى الحقيقي. وبالتالي في أن نطاق التفسير الديني معياري، إنه ليس مجرد مسألة شرح المعاني المختلفة للنص، ولكن تحديد المعنى الأصيل الفريد، المعنى الصالح أو الحقيقي. هذا مشابه لمحتوى موضوعي، جوهر المعنى مدفون، والذي هو مدفون في النص، والذي من شأنه أن يوفر الوصول إليه امتلاك فن، امتلاك قواعد وأسس، أو الطريقة التأويلية المطبقة بكفاءة. يمكن أن تكون الهرمنوتيقا المقدسة مصعوبة بالعقيدة، لأن مصدر القراءة الوحيد المصرح به من قبل المؤسسة الدينية، سواء كانت معبد أو كنيسة أو دير أو مسجد. كان تحرير أو حوزة، كان تحرير تفسير الكتاب المقدس من سلطة السياسة أحد تحديات الإصلاح في القرن السادس عشر. لا يتقابل تاريخ الهرمنوتيقا مباشرة مع تاريخ الفلسفة حتى القرن الحادي عشر، في الوقت الذي يتم فيه التشكيك في الادعاء المهيمن للعلم. توصي التأويلية بنفسها كطريقة للتفكير في الحوار والاستماع، لأن المبدأ الوحيد هو أن الحوار يقوم على فكرة أنه ربما يكون الآخر على حق. بعد سقراط تذكرنا أن كل كلمة الحكمة تقوم على الاعتراف بجهل المرء، جهل المرء بنفسه، اعتراف بنفسه بأنه يجهل. وربما يجمع يعني هذا الأمر بعض من أكثر النصوص يعني الشهيرة في التأويلية، وخاصة نصوص غادامير وديريدا. مصطلح تأويل مشتق إذن قلنا كما قلنا من الكلمة اليونانية هيرمينيون، والتي يمكن فهمها بطرق مختلفة، التفسير، الترجمة، التبديل، ولكن أيضا الشرح والتوضيح والتعليق. طوال تاريخ التأويل
التفسير والفهم. المعنى الشائع لكل هذه الترجمات هو فكرة الوساطة التي توضح ما هو غامض ومخفي تجعله مفهوما. في هذا السياق يعني هو قبل كل شيء مقدمة يعني لكل فلسفة التأويل، لكل علم، ولكنه تحول إلى قانون كوني للتفكير. نظرا لتعقيد هذا المفهوم الذي يخضع لتعدد التخصصات، تم اقتراح تجنب تطوره من خلال تسليط الضوء على المعالم الرئيسيه للفكر التأويلي من اصول اليونانية لما يسمى بالتأويل الفلسفي المعاصر، من شلايرماخر، دولتي، نيتشه، ديكير، بيتي، وغادامير، وريكير. الهدف هو في نفس الوقت توضيح معنى المفاهيم الاساسيه في التأويل الفلسفي مثل الفهم والتفسير والنص او حتى الخطاب وما الى ذلك، مع تعريف الأعمال العظيمة. يتكون قلب يعني تأويل الفلسفة المعاصر من شلايرماخر، دولتي، هيدغر، غادامير، ريكير، والتي تظل الشرط الأساسي لفهم القضايا الرئيسية للعصر ولفهم الروابط بين النصوص الرئيسية والمناقشات المعاصرة. تستند إذن فلسفة التأويل في المقام الأول على الممارسة، على التطبيق، أي التفسير. ولكن كفلسفة فإنها تأخذ بالضرورة شكل تفكير نظريات محاولة الشمولية إلى الكونية. تسعى ربما مساهمات غادامير التي تم جمعها في كتابها يعني الحقيقة والمنهج الذي ظهر للعيان سنة 1960 إلى تقديم هذه الفلسفة مع دعوة كونية تنبع من التجربة التأويلية. تأتي أيضا لتوثيق الرحلة الفلسفية لغادامير نفسها من سنوات التدريب المهني مع هايدغر، وفي نظرة إلى عودته إلى المدرسة الإغريقية، إلى كتاباته الأخيرة عن الفن والتاريخ واللغة، و يعني نقطة للحديث. ربما يتم يعني اختيار في مستوى أول عرضها الذاتي، والذي جعله ربما دخول في نضج مرئي الذي أدى إلى تطوير فلسفة هرمنوتيقية. يعني ربما ظهور كتاب غادامير بعد صمت طويل وبعد معانيته من المرض، يعني ربما تتويج لأطروحة فلسفية تأهيلية بدأ سنة 1931، ونصين صغيران نشرهما سنة 1953 1959، كلها مجرد أسئلة، وربما حاول فيها أن يخرق هذا الصمت الطويل لكي يتعامل مع مشكلة الحقيقة في العلوم الإنسانية خارج دائرة المنهج ويقترب من دائرة الفهم والتأويل. تشهد جميع النصوص اللاحقة على تجاوز إطار العلوم الإنسانية في اتجاه تأويل أكثر شمولية، أكثر كونية، انفتاح على التاريخية والحالة اللغوية والوضع البشري الجميع لكل ما يقدر عليه الفهم البشري. جاء النصان لتوضيح هذا الفهم الجديد للتاريخ الذي لم يعد ينظر إليه على أنه عقبة بل كشرط لتجربة الحقيقة. يتناول الأول سؤال متميز متعلق بعلاقة الهرمنوتيق المعاصر بتاريخها الخاص، ويرسم النص الثاني نتائج لفهم الفلسفة لنفسها عند الاستماع إلى تاريخ المفاهيم. هناك اتباع لشعار الدمار الذي أطلقه هايدغر، تحطيم والتفكيك فيما بعد عند ديريدا، يعني تحطيم أو التدمير. هنا أيضا يجب على المرء أن يسعى لتحرير نفسه من الأغطية التي سعى بها إلى التقليد، إلى تدجين قسوة الفكر الفلسفي، تصبح المواجهة مع تفكيك ديريدا حتمية. يؤكد نص تحتيم والتفكيك سنة 1985 والنص الثاني التفكيك والتأويل سنة 1987 أن هذه المواجهة كانت في قلب تأملات غادامير. يبدو أن التأويل والتفكيك هما في الوقت الحاضر التوجهين الرئيسيين لمشاركة التراث الذي لا يزال منتجا لمنوجة هايدغر. الحوار بين الاثنين هو أكثر أهمية. ينتهي تفكيك ديريدا تقريبا بالتخلي عن المعنى نفسه وبالتالي التخلي عن الحوار. تسعى هرمنوتيقا غادامير إلى العودة إلى التجربة الأساسية للغة وهي تجربة الحوار، متذكرة أن المعنى يكون دائما اتجاهيا فقط. يعتقد غادامير أنه يستطيع الهروب من اتهام ديريدا الذي يرى في أي نداء إلى المعنى إعادة إصدار للحلم الميتافيزيقي بالوجود الدائم، بالاستماع إلى ما لا يقال، إلى أي خطاب تعرض الهرمنوتيقا نفسها لتجربة حدود اللغة. ربما هذا السؤال حول ندرة اللغة التي تدفعنا بالتحديد إلى الحوار يشير إلى التوجه النهائي لأعمال غادامير الأخيرة. ما يميز التوجه نحو لغة محتملة وممكنة لكنه لا يمكن تحديدها بالكامل في بيان افتراضي هو أن غادامير في هذه المحنة يعني يبدو أكثر فأكثر قريب من التجربة الأساسية للتأويل. ينبثق أي بيان من حوار لا يمكن أن يقال بالكامل، لكن يجب أن يعرف المرء كيف يدخل فيه إذا أراد أن يفهم ما يريد أن يقال.
في الواقع ليس من الضروري حقا الدخول إليه، لأننا موجودين هناك بالفعل منذ الحوار مع النحن الذي عبر عنه هودرلاين. تود الهرمونيتيقا فقط أن تكون تذكيرا بهذا، إن الفلسفة التأويلية يمكنها أن تفهم واحدة هذه العناصر مجموعة باعتبارها واحدة التاريخ التي تروي عالم العلوم الإنسانية وتنتقل إلى عالم الفلسفة الهرمونيوتيقية، يعني ظهور الذاتي الذي يعني تحدث عنه غادامير في سيرته الذاتية، والذي قسمه إلى الفيلسوف المتجول والتفكير باللغة وتأويل الفلسفة العملية. يعني هي كل هذه النصوص تكمل تحديد مزدوج لي ما قدمه غادامير يعني في علاقة باللغة والتأويل وضمن سنوات التعلم الفلسفي. من ناحية أخرى يعني قام بتحرير نص سنة 1990 لرفع الحجاب عن فترة طويلة من حياته، مع ربما قبل كل شيء تحدث فيها بشكل أكثر دقة عن نفسه وليس عن أساتذته، وخاصة عن أعلن فيه قطيع مع هايدغر إذا جاز التعبير، أولا لنضجه ونضج كتابه الحقيقة والمنهج بعد أن أردفه بنصوص لاحقة، ثم ربما تحدث عن الإيتيقا عند أفلاطون، وبين أن وجود غموض معين يغطي العملية الذي أدت من الديالكتيك الأفلاطوني إلى الفلسفة الهرمونيوتيقية هناك، ولكنه سيعود إلى الحقيقة في العلوم الإنسانية ودائرة الفهم، ويلقي بعض الضوء على فترة يعني النضج هذه، ويشهد على الانتقال من ممارسة العلوم الإنسانية إلى قرار الفلسفة الهرمونيوتيقية ذات الهدف في الكون. ربما توضح كل هذه النصوص هذا الترسيخ الجديد للفكر الغادامري في تأويل مفتحة للتاريخية والظروف اللغوية الخاصة بأي عمل فهم إنساني. تتضح هذه العلاقة الجديدة الأكثر إيجابية مع التاريخ خلال النصوص مع تأويلات الكلاسيكية وتأويلات الفلسفية وتاريخ المفاهيم كفلسفة. ربما في هذين النصين لم يعد التاريخ هذا كمثال يذيب المعنى، بل يظهر كحليف له مما يجعله ممكنا. يسأل أول هذه النصوص بشكل أكثر دقة عن علاقة الهرمونيوتيقا بالتاريخ، وصف هذا التاريخ الداخلي للهرمونيوتيقا التقاطع الذي وفقا له نأت الهرمونيوتيقا المعاصرة بنفسها من ناحية عن التأويل الكلاسيكي بصورة أدق عن طموحها في أن تكون منهجية للعلوم الإنسانية، ومن ناحية أخرى تتعارف مع تيار ربما الذي مع التيار الذي يتحرك إلى الأمام، والذي تم توفير موارده ضمن مدرسة البلاغة الجديدة شايل يعني والفلسفة العملية، وخاصة هي موجودة منذ العصور القديمة ولكنها ظهرت في شكل الإيتيقا في الحقبة المعاصرة. والنصوص الثانية تمتد نتائجها إلى الفلسفة نفسها. الفكرة تظهر هي أن أصل الفلسفة وتاريخ الفلسفة هما بلا شك لا ينفصمان ودون أي أولوية لأحد المصطلحين على الآخر. أصل اللغة الفلسفية وتاريخها، إذ أن الفلسفة لا تحقق بالكامل إلا من خلال اتخاذ لغتها الخاصة كموضوع للبيانة. تكشف الفلسفة بهذا المعنى عن نفسها على أنها صراع مع وضد النقص في اللغة المكونة لذاتها. أما مسألة التدمير فهي مهمة التي اقترحها غادامير في مواجهة مع طيار فكر عظيم آخر نابع من هايدغر وتفكيكي جاك دريدا. نحن مدعوون لهذا الحوار وهذا اللقاء. تظهر النصوص التدمير والتفكيك كذلك التفكيك والتأويل، لأن غادامير كان شديد الانتباه لكل من مواجهة فكر دريدا مع فكر مارتن هايدغر وعلاقات ومسافات التفكيك مع فلسفته الهرمونيوتيقية. تماما مع دريدا افتتح غادامير فكرة في إدراك الحدود التأسيسية للغة، وهي حدود تأتي للتخطيط وإخفاء المخططات النحوية والمفاهيمية الناتجة عن الميتافيزيقا، بالنسبة إلى فكرة الراديكالية للتفكيك التي اقترحها دريدا والتي في سياقها ينتهي الأمر بمحو المعنى نفسه. وعارض غادامير من جانبه برنامج تاريخ المفاهيم أين يتم اكتشاف أساس التجربة اللغوية، أي خصائص الحوار والمحدودية. كما نرى أن تجربة حدود اللغة هي محرك التأويل الغادامري. هذه التجربة يعوقها الهوس بقول كل شيء في الفلسفة الحديثة والمعاصرة. مواجهة هذا الهوس المخفي في أن على التأويل مهمة تسليط الضوء على ما لم يقال وسحالة قول كل شيء، أن هذه المحدودية اللغوية هي التي تدفعنا إلى الحوار، لدرجة أن لغة التوتر بين الحوار والمحدودية بشكل صحيح ما يغلق كل لغة ونشطها.
وضع النصوص الأخير لهذه المجموعة حدود اللغة والكلمة والصور والكثير من الحقيقة التي يجب أن تكون يعني تسير على مسار تأويل الكون الذي يراعي أبعاد التناهي والحوار. من المفهوم أن الاختيار الذي تم إجراءه وترجمته بشكل مثالي يقدم يعني نظرة عامة لا غنى عنها في مجال التأويل الجادامري، وبالتالي فهي بانوراما أساسية لمن يريد إجراء يعني إجراء حوار مع العالم ومع نفسه. ربما الفلسفة المنطقية لأن جهدها الأساسي هو جهد الفهم، حتى لو كان واضحا أن ممارستها تتعارض مع حدود لا يمكن تجاوزها يمليها عدم الفهم الجذري للموت والشر، لكن من هذه الحدود لا تزال الحاجة إلى الفلسفة وممارستها. إذا كانت الفلسفة لا يمكن أن تكون إلا تأويلا، لذلك لأن موضوعها الذي نحن عليه بالفعل هو بالفعل من النوع الذي يفسر دائما عالمه ويفسر نفسه. ما تسعى الفلسفة إلى التفكير فيه من خلال هذه المنطقة التي تقع في قلب الوجود، في أعقاب تتبع أعمال دولتي وهوسير وهايدجر، هو أن الهرمونيوتيقا وجدت أحدث تعبير نظري لها في عمل هانس جورج جادامير وبول ريكير. ربما في جادامير يجمع بعض من أهم المعالم في تاريخه في التفكير من سنوات التدريب المهني مع هايدجر وعودته إلى المدرسة اليونانية، وخاصة في كتاباته الأخيرة حول تاريخ الميتافيزيقا والتفكيك وحدود اللغة. في الوقت الذي يتم فيه التشكيك في الادعاء المهيمن للعلم الغربي، توصل المنطقة بنفسها كفكرة للحوار والاستماع الإصغاء، لأن مبدأه الوحيد هو كل حوار يقوم على فكرة أنه ربما يكون الآخر على حق. إذا كان لابد أن تعارض المنطقة انتصار العلم الحديث، ما عليه إلا أن تتذكر وفقا لسقراط أن كل الحكمة يقوم على الاعتراف بجهل الفرد، جهله بالعالم الذي يعيش فيه وجهله بالمعرفة التي يعمله عن هذا العالم. إذن هنا تكمن سر الحاجة إلى المنطقة والحاجة إلى تجديد الفلسفة وإلى كون الفلسفة أصبحت تأويلا. شكرا جزيلا على الانتباه، أتمنى أن تكون هذه المداخلة الهرمونيوتيقية قد أفادتكم. إلى لقاء مداخلة هرمونيوتيقية قادمة، شكرا.